استاذ نجم، انا هسه بالفعل يعني بربك استاذ نجم، استاذ نجم بربك انه شخص يجي يرجع اموال الدوله يحارب فاسدين، يجي القضاء يصير خصم اليه، القاضي يصير خصم اليه، حبسه 6 سنوات على لا شيء، يخالف الاجراءات القضائيه. خليني اقول لك شغله بعد قضيه النزاهه. النزاهه شو هاي النزاهه استاذ؟ مطالعه مودينها موقعين عليها 9 موظفين بالنزاهه يتكلمون عني انا لان انا اشتكي، يقول يشتكي يقد كثير التشكي لان اشتكي على المال العام، النزاهه مشتكيه من عندي لان اشتكي انا على قضاء الفساد، كثير التشكي. يقول بعدين يقول وان اسلوبه الرخيص، شوف اسلوبه الرخيص اي انا اهدد يعني، يقول يهدد بالشكوى على يقول وان اسلوبه الرخيص لن يثنينا عن العمل وكذا بحياد وكذا. رحت اشتكيت انا بدعوة امام القضاء، قلت له هذا مو اساءه، هذا يقول عليه اسلوبه رخيص. المحكمه غلقتها، التمييز غلقتها. بالتمييز ايش كتبت؟ قلت يعني انا هسه دا اجي لقاضي واقول له يا سياده القاضي اسلوبك رخيص يقبلها مني ما يحبسني؟ لا يحبسك. زين ليش انا يقولون اسلوبه رخيص؟ يعني انت لما تقول له واحد انت اسلوبك رخيص مقبوله ومشت. هاي هيئه النزاهه، يعني هيئه النزاهه تحاربني، القضاء يحاربني، زين انا وين اروح؟ مع ذلك طبعا اخلي للامانه. ما تعتقد يعني انت ما راجعت نفسك مرات وتشعر ان لديك اخطاء يفترض ان تعالجها؟ طبعا عندي خطأ مهم، عندي جريمة كبيرة انا لازم اعالجها. نعم. لازم انا اغمض واسكت مثل العالم حتى اصير خوش انسان.